جبنة للدهن، حليب 1 كوب 200 جرام، ونشا 50 جرام 3/4. بنحرك على حرارة هادئة، نوضع 100 جرام زبدة وبنحرك. عندما تكون الخليط يكون سميك نتركه يبرد تماما. المرحلة الثانية، حليب كامل الدسم 1 لتر 5 كوب، نوضع خل 3 معالق كبيرة تقريبا 20 جرام، بنصفيهم وبنتركهم بس يبردوا أو يكونوا دافين، يعني يكونوا دافين. نخلطهم، ممكن نوضع ملح. عندما نخلطهم جيد نوضع الخليط الثاني ونخلطهم اثنين مع بعض، هم دافين حتى ينسجموا. نتركهم أي وعاء، نتركهم في الثلاجة ليوم كامل. هيك بعد يوم كامل كتير روعة، وجربوها، كتير روعة للفطور وللمدارس. في أمان الله، مع السلامة.